بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ونحن الآن مع الحلقات الأخيرة من سورة الشعراء، وقلنا بأن سورة الشعراء من السور المكية التي كان نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وأن هذه السورة الكريمة تمتاز آياتها بالقصر، وتمتاز أحاديثها بالتركيز على الأحداث. ذكرت لنا في أوائلها جانبا من قصة سيدنا موسى مع قومه ومع فرعون، ثم جانبا من قصة سيدنا إبراهيم، ثم جانبا من قصة سيدنا نوح، ثم جانبا من قصة سيدنا هود مع قومه، ثم جانبا من قصة سيدنا صالح مع قومه، ثم جانبا من قصة سيدنا لوط مع قومه، ثم جانبا من قصة سيدنا شعيب مع قومه، ثم بعد ذلك انتقلت كما بدأت، كما بدأت بالحديث عن القرآن الكريم وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، نرى في أواخرها حديثا أيضا عن القرآن الكريم وعن الرسول صلى الله عليه وسلم تسلية له عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلنا وكما بدأت السورة بالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن القرآن، طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين، ده حديث عن ماذا؟ عن القرآن الكريم، وحديث عن الرسول، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فافتتحت السورة بالحديث عن القرآن وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، عادت السورة مرة أخرى بعد الحديث عن قصص بعض الأنبياء، قصة سبعة من الأنبياء مع أقوامهم، إلى متابعة الحديث مرة أخرى عن القرآن الكريم، عن كيفية نزوله، عن تأثيره في النفوس، عن مصدر هذا القرآن، من أين أتى؟ وانظر إلى بلاغة القرآن الكريم وإلى حسن ترتيبه، وإلى إعطاء القارئ صورة تجعله عندما يتحدث للدفاع عن دينه يبين هذا القرآن، أروني كتابا من الكتب فيه هذه البلاغة، أروني كتابا من الكتب فيه هذه الحكم
وفيه هذا الترتيب كما بدأ السورة بالحديث عن الرسول وعن القرآن، اختتمت أيضا بالحديث عن القرآن، عن تأثيره، عن نزوله، عن مصدره، وعن الرسول صلى الله عليه وسلم تثبيتا للمؤمنين. فنجد بعد الحديث عن جانب من قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم، جاء الحديث عن القرآن الكريم وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. قلنا في السابق من المقاصد التي من أجلها أنزل الله القرآن أن يكون هداية، هداية للإنس وللجن، هداية. وقلنا أيضا بأن هداية القرآن الكريم تمتاز بأنها عامة، تمتاز بأنها تامة، تمتاز بأنها واضحة. عامة لأنها للإنس وللجن، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للإنس وللجن. تامة لأنها لم تترك بابا من أبواب الخير إلا وفتحته للناس، ولم تترك بابا من أبواب الشر إلا وقفلته في وجوههم. تقول كده لخصمك: أرني فضيلة من الفضائل نهى عنها القرآن الكريم، أرني رذيلة من الرذائل أباحها القرآن الكريم. تتحدى، أرني كل الفضائل أباحها القرآن الكريم وأمر بإيه؟ باعتناقها. جميع الرذائل من الكذب، من الغش، من الخداع، من الظلم، من الاحتكار، جميع الرذائل حرمها القرآن الكريم. يبقى آدي معنى تمامها، معنى تمام هداية القرآن الكريم. إلى جانب العموم وإلى جانب التمام، فيه ميزة ثالثة: الوضوح. الوضوح إيه معنى الوضوح؟ الوضوح بأنك تقرأ القرآن الكريم على الراسخين في العلم، علم الطب، علم الزراعة، علم كذا، علم كذا. تقرأ القرآن الكريم على الراسخين في أي علم من العلوم، فإذا كانت فطرتهم نقية، فطرتهم نقية، تأثروا بالقرآن الكريم. وتقرأ القرآن الكريم أيضا على اللي ما يعرفش الألف من الباء، الأمي الذي لا يعرف شيئا من القراءة والكتابة لكن فطرته نقية أيضا وعقله سليم، فتقرأ عليه القرآن فتراه إن كانت فطرته نقية دموعه تسيل من عيونه، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ مع أنه لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة لكن عنده عقل سليم، عنده عقل متفتح، عنده قلب مستنير. وسبب الاستنارة
أنه آمن بهذا الدين وأدى الفرائض وجاء يصلي صلاة الجماعة واستمع إلى دروس العلم وعرف أن حياته يجب أن تقوم على معرفة العلم النافع، إلى جانب السعي في الدنيا من أجل طلب المعاش، كما قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فيه وضوح أكثر من هذا الوضوح؟ يوجد وضوح أكثر؟ يقول لك أنت أدي الصلاة وأدي ما يجب عليك إن كنت طالبا ذاكر واجتهد، وبعد ذلك فتح الله لك أبواب العمل، عمل زراعي، عمل تجاري، عمل تدريسي، عمل كذا، عمل كذا، عمل كذا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. والإنسان عندما يعمل أي عمل، هذا العمل يكون من الأعمال المباحة، يكون كأنه في عبادة. أنت عندما تجلس الآن، احنا جالسين الآن بنقرأ القرآن الكريم وبنفسر القرآن الكريم، طيب هذه عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة، عبادة من أفضل العبادات. وإذا لم يكن سماع القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم ومعرفة معاني القرآن الكريم عبادة، أمال يبقى إيه اللي عبادة؟ هيبقى إيه اللي عبادة؟ ده عبادة من أفضل العبادات التي بشرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، بل وجاء بها القرآن الكريم في قوله تعالى مثلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون ماذا؟ تجارة لن تبور، يعني لن تذهب، وإنما توضع في ميزان حسناته. فنجد القرآن الكريم بهذا الأسلوب الحكيم، بعد ما ساق جانب من أو معظم السورة حديث عن قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا نوح وقصة سيدنا هود وقصة سيدنا صالح وقصة سيدنا لوط وقصة سيدنا شعيب، بعد كل ذلك تعود إلى ما بدأت به وهو الحديث عن القرآن الكريم في أواخرها، فتقول: وإنه، الضمير ده يعود إلى مين؟ إلى القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ماذا قال المفسرون في تفسير هذه الآيات الكريمة؟ قالوا: الضمير في قوله تعالى وإنه لتنزيل يعود إلى القرآن الكريم وما اشتمل عليه من قصص ومن هدايات، ويكون المعنى: وإن هذا القرآن الكريم لهو منزل من عند الله عز وجل ولم ينزل من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن هل في القرآن اختلاف يا أخوانا؟ حاشا وكلا. والتعبير عن إنزاله، ما قالش القرآن الكريم وإنه لنزل، لا، تنزيل. والتعبير عن إنزاله بالتنزيل لما؟ للمبالغة في إنزاله من عند الله تعالى وحده، وإنه لتنزيل رب العالمين. ووصف سبحانه ذاته بالربوبية للعالمين لما؟ قال لك للإيذان بأن إنزاله بهذه الطريقة من مظاهر
رحمة الله عز وجل وإحكام تربيته للناس جميعا، وإنه لتنزيل رب العالمين. طيب، هذه الفضيلة الأولى، أن هذا القرآن تنزيل رب العالمين. طيب الفضيلة الثانية، قال لك نزل به الروح الأمين، وهذا وصف لمن نزل بالقرآن بأنه أمين. طب ومن الذي نزل بالقرآن؟ سيدنا جبريل. وسيدنا جبريل من صفاته الأمين. الأمين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. سيدنا جبريل نزل بالقرآن من عند الله وبلغه وقرأه على الرسول كما أمره الله دون أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا، والرسول حفظه عن سيدنا جبريل فبلغه لأصحابه دون أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتنزيل رب العالمين. ثم وصف سبحانه من نزل به بالأمانة فقال نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. طب لما عبر القرآن عن سيدنا جبريل بالروح؟ نزل به الروح، لم يقل القرآن نزل به جبريل، ولكن بيقول نزل به الروح وعبر عنه بالروح. لما؟ قال لك لأن الأرواح تحيا بما نزل به كما تحيا الأجسام بالغذاء. واضح هذا الكلام؟ لأن الأرواح تحيا بالقرآن، الأرواح تحيا بالقرآن كما تحيا الأجسام بإيه؟ بالأكل. جسدك يقوى بإيه؟ بالأكل. طب وروحك تقوى بإيه؟ روحك تقوى بإيه؟ بالعلم، بالفهم، بحفظ القرآن، بالعمل بالقرآن، بطاعة الله سبحانه وتعالى. فنزل سيدنا جبريل بهذا القرآن بأمر من الله عز وجل، من عند الله عز وجل، لإحياء النفوس، لإحياء النفوس بالعبادات، بالطاعات، بالأقوال الطيبة، بقراءة القرآن الكريم. نزل به الروح الأمين، أي نزل جبريل الأمين بأمرنا بهذا القرآن كاملا غير منقوص على قلبك، على قلبك يا أيها الرسول الكريم، على قلبك أيها الرسول الكريم. لما؟ لتكون من المنذرين، لتكون من المنذرين، أي من أجل أن تنذر به الناس وأن تخوفهم بسوء المصير إذا ما استمروا على كفرهم وعلى شركهم. ونحن قلنا بأن رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام التبشير والإنذار، التبشير بالخير وبالسعادة لمن آمن وعمل صالحا، والإنذار والتخويف لمن أشرك أو ارتكب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نزل به الروح الأمين على قلبك. وهنا نجد المفسرين مثل الإمام القرطبي والإمام ابن كثير والإمام الآلوسي والإمام الزمخشري وقفوا عند على قلبك. لما اختار القرآن ذلك؟
نزل به الروح الأمين على قلبك. نجد بعض المفسرين يقول وقوله تعالى على قلبك خصه بالذكر، خص نزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. وإنما القرآن نزل على الرسول ككل، مش كده برضه؟ طب لما خص القرآن بالذكر؟ قال لك ليؤكد أن ذلك المنزل محفوظ، لأن القلب هو مكان إيه؟ الحفظ. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن القلوب التي في الصدور. يبقى لما ينزل القرآن على قلب الرسول، مع أن القرآن نزل على الرسول بكامله بجسده وروحه، لكن قال لك على قلبك ليه؟ يعني عندما نزل القرآن عليك أيها الرسول فإنه نزل وأنت حريص عليه كل الحرص، حريص على تبليغه وعلى حفظه وعلى تمكنه منك، فتمكنه منك عبر عنه بإيه؟ على قلبك. أن ذلك المنزل محفوظ والرسول متمكن من قلبه لا يجوز عليه التغير. وده حقيقة ولا مش حقيقة؟ هل يستطيع أحد منا أن يغير قلبه؟ أبدا. يبقى ما دام نزل على قلبي فأنا مؤمن به وأحفظه، ويبقى في هذه الحالة أعمل به. فقلبه على قوله تعالى على قلبك لزيادة التمكن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه القرآن الكريم حفظه حفظا جيدا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. نزل به الروح الأمين على قلبك، ولأن القلب هو المخاطب في الحقيقة. لما؟ لأن القلب هو مكان التمييز والاختيار، مكان التمييز والاختيار. وأما سائر الأعضاء، اليد والأذن واللسان، ده كله مسخر لإيه؟ للقلب. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ثم يقول بعض المفسرين رحمهم الله وأما سائر الأعضاء فإنها مسخرة للقلب. ويدل على ذلك، يدل على أن أعضاء الإنسان مسخرة لخدمة القلب، يدل على ذلك القرآن، أدي واحد، والأحاديث النبوية، أدي اثنين، والعقول أيضا والمعقول أيضا. أما القرآن فمن ذلك قول الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. واضح؟ شوف، يجيب لك الحكم ويجيب الدليل. إن الجسد مسخر لخدمة إيه؟ القلب. وهناك ثلاث أدلة على ذلك، أدلة من القرآن، أدلة من السنة، أدلة من العقل. أما الأدلة من القرآن فمنها قول الله تعالى، الآية التي ذكرناها، إن في ذلك لذكرى لمين؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. طب ومن السنة، ها، من فاكر؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أدي اثنين، أدي القرآن وأدي السنة. طب وأما المعقول من العقل، يعني الدليل اللي من العقل، قال لك وأما المعقول فإن القلب إذا غشي عليه، حصل إغماء للإنسان، إذا حصل إغماء للإنسان فإن القلب إذا غشي عليه لم يحصل له شعور، لم يحصل له
شعور، وإذا أفاق القلب شعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات. دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ ما حدش منكم جرب أو شاف واحد وهو ماشي كده تعب وراح إيه أغمى عليه في هذه الحالة بيحس؟ يغمى عليه دقيقة، يغمى عليه دقيقتين، فقد إيه الشعور التام. يحط له شوية مية كذا يفوقوه يروح إيه منتبه ويبقى حس. ده كلام معقول ولا مش معقول؟ معقول. نزل به الروح الأمين على. ولذلك بنكرر لكم كل مجلس، بنكرر لكم كل كلمة في القرآن الكريم فهي حقيقية وليست مجازية، فهي حقيقة واقعة. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين، أي نزل هذا القرآن باللسان العربي ليكون أوضح في البلاغ. وبذلك نرى، وبذلك نرى أن الله تعالى قد بين لنا مصدر القرآن، وهو في قوله تعالى ونزل به الروح الأمين. بين لنا النازل به وهو سيدنا جبريل، النازل عليه وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفية النزول على القلب، وإنه لا تنزل على قلبك. حكمة الإنزال لتكون من المنذرين. اللغة التي نزل بها بلسان عربي مبين. ست حقائق، ست حقائق نراها في هذه الآيات الكريمة. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا، إنه على ما يشاء قدير. نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.